أهلا بكم. لماذا يستمر الخطاب والنهج الطائفي للأحزاب السياسية في العراق؟ لماذا أعاد شركاء العملية السياسية في العراق الخطاب الطائفي السياسي من جديد ومهاجمة الصحابة من قبل المالكي؟ يا ترى هل المجتمع العراقي تجذبه الخطابات الطائفية التي كانت فاعلة ومفعلة ومفتعلة بعد احتلال العراق عام 2003؟ أليست الحكومة من تدعي محاربة وملاحقة كل المحتويات الهابطة ملاحقتها قانونيا؟ ولكن ألا يدرج إثارة النزعة الطائفية على لسان شركاء العملية السياسية، ألا يدرج ضمن المحتوى الهابط؟ يا ترى هل ستتصاعد النبرة الطائفية خطاباً وممارسات من قبل السياسيين خلال المرحلة المقبلة في العراق؟ هل سينخدع الشعب العراقي بهذه الخطابات وهو الذي دفع ثمناً باهظاً بسبب هذه الخطابات الطائفية انعكست بشكل سلبي على شباب العراق وعلى المجتمع العراقي وعلى النواحي بمجملها الاقتصادية والبيئية وإلى آخره، والذي أعاق التنمية والنهوض للعراق من 2003 وإلى الآن؟ وبناء عليه مشاهدينا الكرام، ما هو دور النخب الوطنية لإفشال هذا المشروع الممزق للحمة الوطنية؟ وما هي أدواتها لتعزيز التمسك بالوحدة الوطنية والهوية العراقية الجامعة؟ وما هو دور المواطن العراقي أمام هذه الخطابات التي تنطلق على لسان السياسيين والتي هي في محورها ولبها خطابات طائفية سياسية؟ أرحب بضيوف الكرام في هذه الحلقة. ضيفي في الاستوديو الأستاذ شاهو القرداغي، الباحث في مركز رامان للبحوث والاستشارات. مرحبا بك أستاذ شاهو. شكرا دكتور، مرحبا، تحياتي لك ولضيوف الضيف الكريم. حياك الله أستاذ شاهو. أرحب بالدكتور وليد بريسم، الكاتب والباحث السياسي العراقي، ضيفي عبر سكايب. دكتور وليد مرحبا بك. حياكم الله أخي العزيز، تحياتي لك ولضيفك الكريم ولكادر القناة والمشاهد. حياك الله دكتور. بداية المشاهدين الكرام نشاهد هذا التقرير. إن متعتهم إلى حين، وانتبه معي، كلما خبت نار الفتنة أججتها الأحزاب الطائفية التي تعتاش عليها، فالميليشيات المدعومة من أحزاب العملية السياسية تصعد وتحرض طائفياً لاستهداف النسيج المجتمعي العراقي وصرف الأنظار عن المعاناة الحقيقية للعراقيين، ما يشكل تهديداً للسلم الأهلي. هيئة علماء المسلمين في العراق أشارت إلى أنه في الوقت الذي لم تحرك السلطات الحكومية ولا المراجع الدينية ساكناً تجاه ما صدر من إساءة لصحابة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وتأريخ الأمة الإسلامية التي خرج بها نور المالكي، فقد تمادى المسار المعوج للعملية السياسية بفرض مشهد طائفي جديد حين أقر مجلس وزراء حكومة الاحتلال عطلة رسمية جديدة توافق حادثة يوم الغدير في إجراء يعزز حالة الاصطفاف الطائفي في البلاد. ومما يعزز النهج الطائفي الذي تبنته الحكومات المتعاقبة بميليشياتها المدعومة من إيران الاعتداء على المساجد وانتهاك حرمتها، وليس ببعيد ما تعرض له جامع عبد الله بن عمر رضي الله عنه في حي البنوك ببغداد من اقتحام أحد الذين شغلوا منصباً قيادياً في الميليشيات الطائفية، وذلك أثناء خطبة الجمعة حيث قاطع الخطيب محاولاً فرض أفكاره على المصلين مع سيل من تصريحات التهديد التي تفوه بها بحسب هيئة علماء المسلمين في العراق التي أدانت اقتحام الجامع
وعدته تجاوزا خطيرا سيفتح الباب واسعا على انتهاك حرمة المساجد وفرض الوصاية الدينية والفكرية عليهم، وأن محاولات فرض حالة الاستعلاء الطائفي التي يشهدها العراق في هذه المرحلة لها دلالات كثيرة وخطيرة، وهي تأتي بالتزامن مع أكثر مراحل العملية السياسية انحطاطا وفسادا. دأبت الحكومات المتعاقبة بعد 2003 إلى سياسة إفقار العراقيين وتجهيلهم والسعي نحو تحريف تاريخهم وتسفيه عقائدهم والانتقاص من رموزهم في عملية ممنهجة لاستهداف العقيدة ومصادرة التاريخ واستئصال التراث ومحو هوية العراقي والعراقيين. أبدأ معك أستاذ شاهو. الخطاب السياسي الطائفي يعاد من جديد، يعاد تدويره على لسان السياسيين في العراق شركاء العملية السياسية، ليس آخرهم ربما المالكي عندما هاجم الصحابة بشكل مباشر. يا ترى لماذا هذه الممارسات الآن؟ لماذا ينطق لسان السياسيين خلال هذه المرحلة بمهاجمة الصحابة، إعادة تدوير للخطاب السياسي الطائفي من جديد؟ تحياتي لك دكتور، تحياتي للمشاهدين الكرام والضيف العزيز. حقيقة السبب البسيط المباشر دكتور لهذه الحملة، طبعا نحن نعلم أن هناك انتخابات محلية قريبة، ومن الآن من الممكن اعتبار هذه الحملات الطائفية والعمل على دغدغة المشاعر الطائفية وهذه النزعة من الممكن اعتباره أنها من الآن هو تعويل على هذا الخطاب في أن ينجح في استقطاب جمهوره من جديد وفي دغدغة الحاضنة الشعبية التي خسروها سابقا من جديد. ولكن الأمر الغريب والمؤسف أن يعني في الدول المتقدمة والمتطورة، أو عندما يكون السياسي يفكر في الأجيال القادمة وكطريقة رجل دولة، يجب أن يكون خطابه حتى الانتخابي خطاب مليء بالحديث عن المشاريع، تطوير الدولة، التنمية كوظيفة، زيادة، لأن وظيفتهم كحكومة تماما هذه هي وظيفتهم. من يتعهد بتحقيق مجموعة من الوعود، بما أن هناك انتخابات محلية قادمة فمن المفترض أن يتم تقديم وعود متعلقة بالحكومات المحلية، بالمحافظين، كيف سيتم خدمة المواطنين، كيف سيتم زيادة المشاريع، البنى التحتية، تطوير هذا الأمر لكسب ثقة الجمهور في هذه الانتخابات. ولكن فقدوا، نعلم أن يعني هؤلاء ليسوا أصحاب فكر سياسي أو ليسوا أصحاب مشروع حقيقي وطني، وبالتالي الطريقة الأسهل لهم هو العودة إلى الخطاب الطائفي الذي تبنوه والذي جاء بمشاكل عديدة من جميع النواحي كما تفضلت في بداية الحلقة، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية. الخطاب الطائفي يعني العراق جرب الخطاب الطائفي سابقا، جربه ويعرف نتائجه، وبالتالي يجب عدم الاقتراب من هذا المجال أو حتى وضع قوانين يعاقب الجميع. ولكن للأسف بما أن حتى القوانين للأسف تطبق بصورة ازدواجية ولا تطبق على الجميع، فنرى أن الطريق الأسهل والأفضل بالنسبة لهؤلاء السياسيين الذين لا يمتلكون في تاريخهم، طبعا خلال 20 سنة نحن نتحدث من 2003 إلى 2023 لا يوجد إنجازات يذكروه ويذكرون المواطن به، يعني لا يوجد أشياء تستحق الذكر، إنجازات، أعمال يعني مهمة، تطوير مشاريع، وبالتالي يعود إلى الخطاب الطائفي الذي قد يجد يعني مقبولية لدى شريحة بسيطة من المواطنين، أو قد يجد مقبولية لدى فواعل إقليمية تفرح وتؤيد هذا الخطاب الذي يؤدي إلى انقسام أكثر داخل المجتمع، يؤدي إلى إثارة النزاعات مجددا، يؤدي إلى إضعافه وتفكيكه، وبالتالي يتم القضاء على بذور الأفكار الوطنية التي من الممكن أن تنبت من جديد، والتي رأينا خلال الفترة السابقة كانت هناك يعني حراكات شعبية حاولت أن تقدم نموذج مختلف لما يقدمه السياسيون، ولكن باستخدام الميليشيات، باستخدام المال السياسي، باستخدام العنف، لم يسمحوا بهذا الخطاب أن ينجح. طيب أستاذ شاهو ابقى معي لو سمحت. دكتور وليد بريسم، يعني عندما يستقبل أو تستقبل آذان الشعب العراقي هذه العبارات وهذه الخطابات الطائفية من المالكي وغيره من شركاء العملية السياسية، يا ترى هل
الشعب العراقي يستسيغ هذه الخطابات، كما هو معلوم أن الشعب العراقي هو رافض للعملية السياسية، والدليل على ذلك نسب المشاركة في الانتخابات التي يعني لا تكاد تذكر، نسب تقريبا يعني أقل من 18% أو 20% أو أقل ربما. هل السياسيون لا زالوا يعولون على آذان تسمعهم؟ شكرا أخي العزيز، تحياتي لك وتحياتي لضيفك الكريم دكتور شاهو. طبعا حضرة الدكتور بصراحة أشار إلى عدة نقاط مهمة جدا. يعني احنا مثل ما تفضل انه الفراغ العقائدي عند والايديولوجي عند هذه الشردمة الحاكمة تدفعها الى ترسيخ اخطر مخطط، وهو المخطط الطائفي. يعني المشكلة هي ليست فقط في الخطاب الطائفي، لكن المشكلة في التطبيقات التي ظهرت بالفترة الأخيرة، هي بحد ذاتها تعطينا انطباع انه ارجع العراق الى العصر البويهي. لاحظ، الى العصر البويهي، يعني ارجع العراق الى 1100 عام الى الوراء، وهي بقضية العطلة الرسمية بيوم الغدير والمبالغة في مراسيم عاشوراء. هذه بس ردت انوه الى خطورة الموقف اللي جاي ترتكبه هذه الزمرة التابعة لأقدر محتل يمر ويرزق تحته العراق، وهو المحتل الإيراني بكل صراحة. لذلك أنت تفضلت بهذا السؤال. طبعا المشكلة المجتمع العراقي يعني كشف كل ألاعيبهم، كشف كل سياساتهم، ناقم عليهم. مثل ما تفضل الدكتور شاهو قال، أنتجت الأعوام الأخيرة خطاب بديل، خطاب وطني أزاح بصورة قوية جدا الخطاب الطائفي عن الوعي العراقي. لكن المشكلة أنه لدينا مال سياسي، لدينا ميليشيات، لدينا سلاح، ولدينا أيادي تحمل السلاح لا تعرف معنى لا لرحمة ولا لمواطنة ولا لإنسانية. مجاميع مافيوية تسلطت بغفلة على رقاب العراقيين، وللأسف الشديد شاهدناها في ثورة تشرين. في ثورة تشرين طبعا شاهدناها الإجرام اللي القوة المفرطة التي استخدمت ضد الثورة إلى جرائم ضد الإنسانية. لكن للأسف يعني حتى الموقف الدولي متخاذل معنا، إحنا مع الشعب العراقي. يعني الذي حصل من قبل هذه الزمرة في ثورة تشرين يرقى بصورة كاملة إلى جرائم ضد الإنسانية. فلذلك الشعب يعرف هذه، لكن الشعب مغلوب على أمره. إضافة إلى أنه أكو في عامل آخر بالحقيقة يجب أن أذكره من على منبر قناتكم الموقرة، وهو ضعف وعدم توحيد صف الخطاب المعارض لهذه العملية السياسية. لحد الآن غياب البديل الوطني الحقيقي وغياب الخطاب الوطني المنظم المبرمج المعبأ بصورة علمية وعملية جيدة تجاه إزاحة هذه العملية السياسية، لا يزال هذا الخطاب في مراحل الأولية بسبب التشتت والتشرذم في عندنا إحنا المعارضين لهذه العملية. لو كان هنالك توحيد فعلي ومنظومة منتجة بصورة يعني بصورة تتماشى مع تطلعات الشعب العراقي ومع محنة الشعب العراقي، لاستطاعت هذه المنظومة بكل سهولة أن تصل إلى آذان ووجدان الشعب العراقي بدون أي حواجز. لذلك غياب هذه المنظومة يخلي الخطاب المسموع الوحيد هو خطاب التبعية وخطاب التاريخ القديم وخطاب التجهيل، التجهيل الخطر بصورة خطرة جدا. يعني هذا التجهيل كأنه بصراحة أداة ومعول شديد للتهديم، لتهديم كل ما أنجزه العراقيين في تاريخ الدولة المدنية. اسمح لي دكتور سأعود إليكم مرة أخرى. ساشاغو، الأمريكان احتلوا العراق ودمروه وأنشأوا عملية سياسية. يعني عندما احتل الأمريكيون العراق، هل يريدون بناء العراق؟ هل يريدون كما كانوا يقولون تنمية وتطوير العراق، الاهتمام بالثروة البشرية في العراق،
رفع مستوى دخل المواطن العراقي. طيب إذا كان الأمريكيون يريدون ذلك، لماذا جاءوا بكل شذاذ الآفاق إن صح الوصف ليحكموا العراق بهذه الطريقة ويحموهم بطائراتهم ويوفرون الغطاء الشرعي لهم الدولي؟ تمام، هنا يعني هل السبب من وجهة نظرك عدم تنظيم صفوف الخطاب أو القوى المعارضة الوطنية أو لذلك، أم ماذا؟ هل هي الإرادة الأمريكية؟ كيف تنظر إلى الأمر؟ يعني أنا قبل أيام عندما نظرت إلى خطاب السفير البريطاني الجديد في العراق وقال أنا متفائل بمستقبل العراق، مستقبل أجيال العراق، تذكرت مقولة توني بلير عام 2003 وأن مستقبلا مشرقا سينير طريق العراقيين. نعم. يعني فورا تستطيع أن تربط بين المقولتين، صح. الأول من رئيس وزراء والثاني من سفير بريطاني قادم إلى العراق ويريد أن يقدم صورة مشرقة أو أن الصورة الحالية أو الصورة بالمستقبل ستكون أفضل. بلا شك يعني الأطراف الدولية التي كانت تتعامل مع هذه العقليات أو كانت تقوم بتجهيزهم سابقا ليصلوا إلى الحكم ويحكموا، طبعا سابقا هم كانوا يشرفون على القيادات الحالية، قيادات الجماعات الإسلامية التي كانت سابقا تعمل في المعارضة، ويعلمون جيدا ما هي الأفكار الموجودة لدى هذه القيادات. يعني بلا شك أن لا يمكن أن يتغير فكر شخص بليلة أو ضحاها. يعني هل كان المالكي مثلا يريد أن يبني دولة ديمقراطية في 2002 وفي 2003 تحول إلى شخص أيديولوجي يريد أن يستنسخ تجربة إيرانية؟ لا طبعا، يعني هذا الأمر، هذا الهدف، هذا إرادة كان موجودا لديه وكانوا أصلا يعني يتحدثون بهذا الأمر ويريدون هذه التجربة. المشكلة يا أستاذ شاهو عندما نتحدث عن استنساخ تجربة إيرانية هو فيه شيء من الواقعية، ولكن يختلف كثيرا عن موضوع يعني استنساخ تجربة إيرانية. يعني مثلا هل الشباب العراقي سمح له بإنتاج طائرة مسيرة؟ هل طبعا سمح للشباب العراقي بالعمل بحيث ينتجون سيارات ومصانع سيارات ومصانع أجهزة إلكترونية ومعدات عسكرية مثل ما في إيران؟ الاعتماد على الذات رغم العقوبات إلى آخره. طبعا لم يأخذوا إلا الجانب السلبي. النفط، حتى النفط شفط من العراق وهو حقوق الشعب العراقي، حتى الدولار العملة الصعبة أخرجت من العراق وهربت إلى إيران. إذن هي ليست استنساخ للتجربة الإيرانية 100%، ولكن هناك شيء، جانب واحد، وهو الجانب الطائفي الذي أدى بحسب ما يرى الكثير من المحللين الاقتصاديين إلى إفقار المواطن العراقي. المحللين السياسيين والصحفيين يرون أن هذا الخطاب هو أدى إلى تدهور اجتماعي وتدهور بيئي وتدهور اقتصادي واستنزاف للموارد البشرية في العراق. اسمح لي أستاذ شاهو أنتقل للدكتور. دكتور وليد، يا ترى الاستنساخ للتجربة الإيرانية في العراق عن طريق الزج بالشباب للتطوع بميليشيات ولاؤها ولاء لإيران، إلى أي مدى أدى ذلك إلى عدم نهضة العراق، إلى تدمير واستنزاف ثروات العراقيين؟ يعني هو هذا أس المشكلة أستاذ العزيز. يعني أس المشكلة هو أن تريد استنساخ تجربة فاشلة أساسا. يعني لنأتي على التجربة الإيرانية، هل حققت تطلعات الشعب الإيراني مثلا؟ هل جعلت الشعب الإيراني في مصاف الدول المتقدمة مع كل ما يملك من تاريخ وعمق حضاري وإمكانيات وثروات طبيعية؟ ابدا. يعني جعلوا هؤلاء ايران في 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 ذيل قائمه الدول وذيل الامم للاسف الشديد. لكن احنا ناتي على مساله استنساخ التجربه. اولا انت عندك معطيات التجربه الايرانيه كان في وقتها شيء لا بد من، يعني مثل ما يقولون شر لا بد من بالنسبه لاداره الديمقراطيه، اداره كارتر. كان يجب عملية إيقاف ووجوب إيقاف المد السوفيتي للمنطقة الذي كاد يبتلع المنطقة. كانوا في أفغانستان وكان في العراق أيضا نظام يحسب على الاتحاد السوفيتي
ولم يبقى لديهم سوى إيران كمنطقة عازلة، وكان التيار الشيوعي ناشطاً جداً في إيران. فلعب الأمريكان هذه اللعبة، وموجود كثير من الوثائق. يعني أنا أنصح بقراءة كتاب لمايك إيفانز، هو ضابط مخابرات أمريكي سابق أشرف على عملية إرجاع الخميني إلى طهران. لكن مشكلتنا إحنا عندنا المعطيات مختلفة. إحنا إجينا، إحنا لا نزال ضحية المشروع الأمريكي الذي أراد تغيير استراتيجيته من بعد الثمانينيات. هنالك بعد الثمانينيات كانت عند الأمريكان استراتيجية عدم الذهاب إلى إنشاء قواعد دائمة والاعتماد على القواعد المتنقلة، ثم أعادوا ترتيب هذه الأوراق ليعملوا بالقواعد الدائمة. وكان من أهم مواقع القواعد الدائمة هو إنشاء قاعدة أو قاعدتين متقدمتين في الشرق الأوسط باتجاه روسيا وبالمنتصف من المسافة إلى الصين. وأين هذا؟ هو العراق، وحققوا ما أرادوا. إذن المشروع، يعني المشروع الطائفي هو مشروع أمريكي دكتور. الأمريكان يعني هم المستفيد الأول من هذا المشروع، لأن هذا المشروع هو الذي جعل العراقيين عبارة عن قركة من الجهل والتخلف، ولا يشكلون أي خطورة على المشروع الأمريكي. لأنه إذا ينتج مشروع وطني في العراق، أو يعني ستتضرر أول ما تتضرر خطط أمريكا في القواعد الدائمة، لأنه هذا هو المتخوف من أمريكا، هو هذا المتخوف. فكيف هي لا تفرح بوجود هذه الشرذمة التي وقعت لها على بيض؟ وانتم تلاحظون أنه كأن الأمر كأن رئيس الحكومة هي السفيرة الأمريكية، كأنه السفيرة الأمريكية هي التي تأمر وهي التي تزور وتتفقد، ووزراء طابين ورئيس احتلال الوزراء. العراق دكتور اسمح لي سأعود إليك، منذ احتلال العراق غونداليزا رايس كانت تتحدث عن الشرق الأوسط الجديد وخارطة الطريق والفوضى الخلاقة وإلى آخره. الآن هل نجد ساشاهو ثمار الاحتلال الأمريكي الآن؟ يعني نجدها في العراق، يعني فوضى، فساد، محاصصة، الشاب العراقي ليس لديه أمل في الحكومة، كل طموح الشباب هو الهجرة خارج العراق، كهرباء التي هي من المفترض أن تكون عصب الحياة في كل الدول، العراق الآن ليس فيه كهرباء، كل فترة صيف العراق ينشوي العراقيون من الحر. هل ثمار المشروع الأمريكي الآن على لسان غونداليزا رايس نجدها ونلمسها خلال هذه المرحلة، وهناك إعادة وأبديت دائما على لسان السياسيين بتجديد المشروع الطائفي؟ للأسف، إضافة إلى ما تفضلت، يعني يتم إنشاء جيل من الكبتاغون أو يعني الخطر القادم إلى العراق والمحافظات العراقية يوميا. يعني آلاف الحبوب المخدرة والمخدرات وأنواع الحشيش ومعامل جديدة لصنع هذه الحبوب التي تعتبر هي بداية انهيار وتفكيك المجتمع وبنية المجتمع. وطبعا الشبكات التي تقوم بهذا العمل تستفيد من حالة البطالة الموجودة لدى الشباب، حالة اليأس الموجود لدى الشباب، فيلجأ إلى هذه الحبوب حتى ينسى الواقع. من نقطة مهمة جدا، يعني الشاب العراقي ليس لديه عمل، لذلك هو يتظاهر ويثور على واقعه من أجل التغيير، تمام؟ ولكن في الطرف الآخر هذه المخدرات هي باهظة الثمن. المشكلة هناك مصادر إعلامية تتحدث بأن يتم إعطاء هذه الحبوب المخدرة بالمجان للشباب، هذه نقطة في غاية الأهمية. هل هذا الأمر ضمن المشروع الأمريكي؟ طبعا كنقطة من التسويق يجب أن يتم يعني توزيعه بسهولة بداية حتى يتم استقطاب الشباب. ولكن للأسف كما تفضلت، يعني عندما يكون الشباب عاطلا عن العمل سيكون ضحية لمشروع ميليشياوي أو مشروع مخدرات أو مشروع إلى آخره، أو يفكر بالهجرة. يعني نحن نرى أن قد يكون خيار الهجرة هو الخيار المفضل لدى أغلب العراقيين وخاصة من شريحة الشباب، لأنه ليس يعني عاطلا عن الأمر عمل، بل تم تعطيله، يعني تم تعطيل قدراته. يعني هناك الكثير من أصحاب الكفاءات، أصحاب العقول، أصحاب
الامتيازات، لديهم شهادات أكاديمية، ولكن تم تعطيله في هذه البيئة المليئة بالألغام، المليئة بالأمراض، وبالتالي لا يستطيع أن يكبر، لا يستطيع أن ينمو، يعني كأن تنبت يعني نبتة جديدة في بيئة كلها أمراض وحشرات، لن ينبت بل يموت تماما. وينظر إلى أقرانه عندما يذهبون إلى دول خارجية، يتطورون بسرعة، يعني يقدمون لهذه الدول، يقدمون أفضل ما لديهم. عندما يقارن بهذا الأمر فورا سيفكر في تغيير هذه البيئة. للأسف هذه البيئة يعني أصبحت بيئة مشوهة، يعني ليس فقط في الجانب السياسي والجانب الاقتصادي والاجتماعي وحتى الثقافي، يعني نرى أن الآن تسويق لأفكار يعني أصبحت الطائفية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه الأفكار التي تعزز الكراهية أصبحت منتشرة في كل مكان ولا أحد يستطيع أن يقاومها، وبالتالي يعني يبدو أن هناك مد، هناك عمل، هناك ذباب إلكتروني يتم دعمه ماديا من أجل نشر هذه الأفكار المسمومة. طبعا طبعا أكثر الأفكار الطائفية التي تطرح لأول مرة في تويتر أو في الفيسبوك تطرح من حساب وهمي، وطبعا الجميع يعلم لمن هذا الحساب الوهمي المشهور الذي يمتلك آلاف من المتابعين ويقوم بالتسويق والترويج لمنشوراته، يعني ليس شخص معروف حتى يتم مساءلته وسؤاله لماذا تنشر هذا بأي هدف، بل يكون من حساب وهمي. وهذا يدل على أن هناك خلايا، فعلا خلايا تعمل لتأجيج وتعزيز هذا الخطاب، لأنه يدرك الفاعل السياسي أن هذا الخطاب خطاب يعني قد يفيد في هذه المرحلة، ولكن لا يفكر أنه سيؤدي إلى انقسام المجتمع مستقبلا، قد يؤدي إلى تدمير المجتمع مستقبلا، إلى نشر الأفكار المتطرفة. يعني رأينا أن حادثة هذا الشخص الذي يدخل إلى المسجد ويريد إيقاف الخطيب، يعني بأي حق أنت أقدمت على هذا الفعل؟ هذا تم يعني ملؤه، تم إعطاؤه الكثير من الأفكار التي تعطيه الحق في أن يسكت الآخر ويصفي الآخر في حال رأى أنه يخالفه، بدل أن يكون الاختلاف والتنوع يعني مصدر من قوة. امتيازات المجتمع وسبيل الاغتناء والتحاور والتقدم، وأيضا تعزيز التقارب بين فئات المجتمع. لا، للأسف الخطاب الممنهج الذي يتم بثه عبر المواقع التواصل، عبر الخطب الجمعة، عبر إلى آخره المنصات الأخرى، ينشئ لنا هذا الشخص الذي قام بهذا الفعل. وهو ترى يعني هناك نقطة مهمة، هو الآن إذا تسأله عن هذا الفعل يرى نفسه على الحق تماما، يعني لأنه أصبح ممتلئا بهذا الفكر ولا يكترث بالمقابل، لا يعنيه احترام المقابل، احترام شعائره، احترام أفكاره، لا، بل هو يفكر في نفسه فقط، ويجب أن يكون أفكاره ومعتقداته مفروضا على الجميع. هذه هي المشكلة الرئيسية. اسمحي أستاذ شاهو سعد لك دكتور وليد، يعني المواطن العراقي ماذا يريد؟ يريد حقوقه، يريد المواطن أن يعيش بكرامة في العراق، أن يشعر بالانتماء لبلده، يشعر بأن هناك حكومات تقوم بواجبها تجاهه، ولكن نجد حكومات سارقة من نفس المصادر الحكومية، من نفس على لسان السياسيين يتحدثون عن سرقة 1100 مليار دولار علني في عام 2017، ولا نعلم الآن هذا الرقم كم أصبح. يعني هل يا ترى هذا الخطاب السياسي يتم، الخطاب الطائفي يتم توظيفه لإلهاء الناس عن المطالبة بحقوقها وهذه الأموال التي تسرق والعملة الصعبة الدولار الذي يهرب وغيرها من الأمور؟ يعني احنا لنأتي على الأرضية التاريخية لمسألة الأزمة الوطنية في العراق. يعني أولا لدينا انقسام قومي في داخل العراق، لدينا كرد في الشمال يطالبون على مدى سنوات بوطن لهم ولم تحل هذه القضية وألقت بآثارها على المجتمع العراقي. لدينا حكومات متعاقبة لم تعطي الشعب العراقي حقه في توطيد الوطنية للأسف الشديد، إلا في فترة ثم في فترة العصر الذهبي، يعني فترة بداية السبعينات، فأصبح العراقيين ضحية خطاب قومي تذويبي لصالح يعني لصالح الإقليم، إقليم ما يسمى بالوطن العربي. وقبل كان هنالك خطاب ما بعد الجمهورية، بداية الجمهورية العراقية، وهو الخطاب الأممي وتذويب العراق لصالح
لصالح الأممية العالمية. وثم جاءت الطامة الكبرى بالأحزاب الإسلامية الشيعية بالذات وتريد تذويب العراق لمشروع ولاية الفقيه. فلذلك أصبحت حالة الوطنية مشوشة ومشوهة عندنا في العراق. أما ماذا يطلب العراقي؟ حالة حال أي شعب، حالة حال أي شعب شعبي. يعني لا تتوقع أنه العراقي في داخله يفضل تحرير فلسطين وهذه الشعارات وكذا على أن يوفر لنفسه ولأبنائه خبزة متواصلة ويومية ومستقبل مضمون وأمين وكرامة له ولأفراد عائلته. هذا هو اللي يطلب العراقي. يعني يا جماعة العراق ما رأيت فتشي نجيبه إلى من المريخ. طلبات بسيطة، بنى تحتية أصبحت يعني أصبحت من المعيب أن نتكلم بها في عام 2023 في القرن الواحد والعشرين. في القرن الواحد والعشرين والعراق ما بكهرباء. والعراق ما بكهرباء. يعني أنا بصراحة يعني مرات أخجل حتى من أتكلم مع زملائي هنا في الغرب وإلي نشاط سياسي يعني هنا في داخل البلد اللي أنا مقيم فيه. يعني أخجل أتكلم عن مسألة البنى التحتية في العراق. هذا البلد المليء بالثروات البشرية والثروات الطبيعية وكل شيء، لكن المشكلة تسلط علينا من لا يرحمنا. يعني هذه هي المشكلة. وللأسف الشديد، للأسف الشديد نحن نقول أيضا للشعب يد في ذلك، لأنهم صدقوا للأسف الشديد انطلق عليهم في البداية الخديعة الطائفية وأصروا عليها للأسف الشديد إلى وقت متأخر حتى بدأت حركة الاحتجاجات. ولحد الآن لا نشاهد، للأسف لا نشاهد أيضا ذلك الزخم الدافع والمساند للحراك الوطني. فأيضا عندنا المسؤولية أيضا مشتركة، وطبعا هي نلقي بها أساسا على المنظومة الحكومية المتعاقبة. وأكرر المنظومة الحكومية المتعاقبة التي شتتت الوجدان العراقي وأحادته عن ترسيخ الهوية الوطنية العراقية. لو كانت لدينا مقومات الهوية الوطنية العراقية الحقيقية مترسخة لما بقي هؤلاء الشرذمة وبكل عناوينهم. لا 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 أقول فقط الأحزاب الشيعية، كل العناوين. أنا بالنسبة لي الكل مشترك في تدمير العراق. طيب دكتور، يعني وجود مواقع التواصل الاجتماعي يعني سلاح ذو حدين، البعض يصفها يقول طبعاً بأنه طبعاً ثورة تشرين لولا مواقع التواصل الاجتماعي لما قوت ولما ظهرت ولما طالبت بالحقوق. تمام؟ على طبعاً من ناحية أخرى مواقع التواصل الآن تستخدم بشكل من قبل السياسيين بشكل سلبي جداً، يعني فيما يخص نتائجه أو نتائجه على العراق، يعني توظيف الخطاب الطائفي وكذلك نشر الذباب الإلكتروني من أجل المساعدة في هذا التوظيف وبالتالي تحقيق أهداف الاستمرارية بزخم الشركاء العملية السياسية الذين اعتمدوا أو هم معتمدين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وفق نظام المحاصصة. هذا الأمر دكتور كيف سيلقي بظلاله على المستقبل العراقيين، ولا سيما أن الحكومات هي متناقضة بتصريحاتها وبخطاباتها وبأفعالها؟ يعني هل الحصانة تمنع؟ أيهما الأهم، الحصانة أم الوطن؟ أيهما الأهم عندما يخرج سياسي ويتحدث بخطاب من المفترض أنه مثقف، من المفترض أنه فاهم؟ يعني الذي يتحدث ب يعني تمزيق اللحمة المجتمعية هذا ممكن يتحدث واحد جاهل وليس يعني واصل إلى مناصب ورئيس وزراء وإلى آخره. يعني أستاذ العزيز، هو أنت انظر خلفياتهم العلمية، من هم هؤلاء؟ هم معظمهم خريجين، يا دوب خريج متوسطة أو إعدادية، هذا إذا فعلا كان، والبقية كلها شهادات مزورة. إذا نجي أما على مسألة أهمية الوطن، هؤلاء لا يهمهم الوطن، هؤلاء جاءوا من أجل تحقيق مصالح شخصية فقط لا أكثر ولا أقل. وقسم منهم ليس فقط، أنا من المعارضة السابقة أساسا يعني، وعندي معرفة شخصية بكثير من هؤلاء. هؤلاء لو كنت تسمع لهم قبل 2003 الحقد الموجود لديهم على العراق لتعجبت من ادعائهم بانهم عراقيين.
كانوا أساسا حاقدين على العراق وعلى الشعب العراقي، بل والأنكى من ذلك بعض هؤلاء من أمثال هادي العامري وغيره في وقتها، هذول اللي جاءوا من إيران، كانوا يقولون إذا أتينا إلى العراق سترون انتقامنا ممن ساعد صدام، طبعا يفسدون الشعب العراقي، أوكي، وفعلوها. أما من ناحية التواصل الاجتماعي، إحنا نجي على مسألة البروباغندا. ما هو أهمية البروباغندا؟ أهمية البروباغندا هو الأثر، شدة الأثر التي تعطيه عند المتلقي. حاليا أخي العزيز، الشعب العراقي وخصوصا الشاب العراقي يعني لن تنطلي عليه هذه الأكاذيب. الناس عرفت الأكاذيب، لكن أين هو البديل؟ لنأتي على السؤال الأهم، إذا لم يصنع بديل وطني وبروباغندا، وما أريد أسميها بروباغندا لأنه بروباغندا معنى سلبي، وإعلام وخطاب وطني حقيقي يملأ الفراغ الموجود، يعني حاليا عند المتلقي العراقي يوجد فراغ. سابقا في البداية كان المتلقي العراقي مهيئ عقائديا وطائفيا، كان مشحون طائفيا قبل الاحتلال، وجاء الاحتلال وأدى الاحتلال ما أدى من احتقان طائفي، ونزع العراقيون عن أنفسهم ثوب الطائفية. صراحة أنت هذه لا تخدعك، هذه المشاهد، هذه المشاهد اللي تشوفها كلها مبرمجة مدفوعة الثمن ولا تنم عن عقيدة. نعم. معظم الناس سئمت هذا الخطاب، تعرف كذب هذا الخطاب، لكن أين هو البديل الذي يملأ الفراغ؟ طيب، في هذه النقطة اسمح لي دكتور سأعود إليكم مرة أخرى. أستاذ شاخو، عندما نتحدث عن البديل، يعني القوى الوطنية الرافضة للعملية السياسية والقوى الوطنية المعارضة للعملية السياسية، يا ترى ما هو الدور من المفترض، ما هي الأدوات التي ممكن أن تكون أدوات فاعلة لمواجهة مشروع أمريكي ومشروع إيراني مزدوج يستخدم كل الأدوات وكل الوسائل لمنع أي نهضة في العراق لصناعة الحروب الداخلية ولإدامة زخم الفوضى؟ يعني أنا أتصور أن الطريقة الأسهل والأبسط والذي من الممكن أن يقدر عليه ولا يمكن عرقلته هو الجانب الإعلامي والخطاب الإعلامي والأدوات الإعلامية التي من الممكن أن توصل المعلومة إلى كل الشرائح بالمجتمع دون عراقيل، يعني لأنه تجربة تشرين خاصة، يعني تجربة التظاهرات التي حصلت كانت يعني فرصة للتغيير، لو كان الفاعل الدولي يريد أن يغير، يعني هذا الأمر يعلمه الجميع، حتى السياسيون يعلمون ذلك، الموجودين داخل العملية السياسية والمراقبين يعني يعلمون أن المنظومة السياسية كانت تكاد أن تنهار، ولكن الفاعل الدولي لم يشأ هذا الأمر، يعني لم يحبذ خيار التغيير الشامل، وبالتالي المحافظة على المنظومة كما هي ولكن بتغيير الوجوه حتى يقتنع يعني الشارع. يعني هو لا يريد أن يحافظ على، خوفا على العراق، حرصا على العراق، أم حرصا على طبقة هو جاء بها بعد عام 2003 وموجهة بنقطة وبأهداف معينة؟ تماما، هو المنظومة الحالية، يعني الكيان الحالي، توزيعات الطائفية أو التي حصلت يعني بين رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، رئاسة البرلمان، التوزيعات التي حصلت، حماية هذا الوضع على ما هو عليه هو مطلب، يعني هو الذي أوصل الخبراء أنه مطلب دولي أيضا الإصرار على إبقائه كما هو وعدم السماح بالمساس به، ولكن من الممكن إجراء تغييرات بسيطة هنا وهناك أو تبديل وجوه أو ولكن تغيير، ولكن أهم شيء المحافظة على نظام المحاصصة. تماما، يجب على المنظومة أن تبقى، ورأينا أنه عندما يعني اشتدت الضغوطات الداخلية والمظاهرات تم تغيير عادل عبد المهدي، ولكن هل المنظومة تغيرت؟ لا. هل تبدلت؟ هل تم محاسبته؟ الآن موجود كقيادي يتم زيارته من قبل الكثير من السياسيين ليأخذوا منه المشاورة والاسترشاد للطريق والخطوات القادمة، يعني إلى الآن يقدم المشورة للباقي السياسيين ويعتبروه حتى الصين مفكر، حتى نعم الصين، حتى الصين. لولا أفكاره لما تقدمت الصين اقتصادية، يعني كما يقولون، يعني هو باني النهضة الصينية كما ليكوان يباني النهضة السنغافورية. طبعا هذا الأمر يعني واضح جدا، وبالتالي هذا يؤكد أنه لم يكن هناك إرادة دولية، أو حتى يعني أنت فقط تابع تحركات جنين بلاس خارت، يعني وخاصة التحرك الأخير قبل
يوم كانت في طهران. طيب اسمح لي استاذ شاهو فقط في نقطة انتقل بها للدكتور وليد. دكتور وليد، العالم كله رأى ما جرى في احداث ثورة تشرين، قتل الشباب بدم بارد، ما جرى في العراق تم التغطية عليه دوليا، يعني منع نشر اي فيديوهات، منع نشر اي صور. كيف سيكون هناك يعني استجابة دولية لمثلا لخطاب قوى وطنية معارضة أو قوى وطنية مناهضة للعملية السياسية ورافضة لها، في حين أن العالم كله شاهد ما جرى للشباب العراقي بأم عينيه ولم يحرك المجتمع الدولي ساكنا؟ أنا أسجل نوع من الاعتراض على أن المجتمع الدولي لم يحرك ساكنا. نحن في أوروبا ومحادثاتنا كانت على قدم وساق مع كثير من أعضاء البرلمان الأوروبي. إدانة 16 دولة أوروبية للنظام في العراق وطلب إدانة من مجلس الأمن، ومجلس الأمن أدان إذا ترجعون للأحداث. نعم. إضافة إلى أنه الأمريكان نفسهم في إدارة ترامب، يعني ماذا يريدون العراقيون أكثر من الهدية التي قدمها ترامب بأن قتل المشرفين على القنص وذبح المتظاهرين وهما سليماني والمهندس، قتلوهم الأمريكان. لكن الذي حصل، أنا أكلمك عن اللي حصل، لذلك قلت إنه الشعب لديه مسؤولية أيضا بعدم زج كل قطاعاته وكل طاقته لمساندة الثوار. ما الذي حصل في الجنوب؟ طلعوا مئات الآلاف، وأنا ابن البصرة، يعني أنا أكلمك أنا ابن محافظة البصرة. ونعم. طلعوا مئات الآلاف يشيعون المهندس وسليماني. فهنا وقفت الإدارة الأمريكية، اللي لأنه الإدارة الأمريكية دائما عندها المشروع البعيد المدى، لونج تيرم استراتيجيك بلان، يعني الاستراتيجية بعيدة المدى، والشورت تيرم اللي هي المتغيرة. فهنا دخلت السياسة المتغيرة عند الأمريكان، لأن الأمريكان اليوم هم هو تبقى العملية الانتخابية، أوكي؟ هذا هو المهم عند الأمريكان، العملية الانتخابية تبقى كما هي عليه. فلما شافوا الأمريكان قال لك إحنا ما نريد نفتح باب لمشكلة جديدة، يعني مشكلة انقسام داخلي في العراق، لأنه لو كان العراقيين ما طالعين هذا الزخم من المظاهرات والبكاء والعويل على قتلة المتظاهرين، صدقني لكان هنالك موقف آخر من العامل الدولي. نعم. يعني أرجع وأقول العامل الوطني الداخلي هو عامل مهم جدا لتحريك العامل الدولي. إذا العامل الوطني الداخلي متخاذل، سيكون العامل الدولي أيضا متخاذل. لا تتوقع واحد يدير باله عليك إذا ما تدير بالك على نفسك أخي العزيز، خلينا نقولها بالعام يعني بالعراق. فلذلك إحنا عاصرنا وشهدنا وكثير من أعضاء البرلمان الأوروبي طالبوا بمحاكمة دولية، يعني هذا اللي اسمه نسيت اسمه جونسون هو اسمه، هذا طالب بمحاكمة دولية لنور المالكي، كن على ثقة، وهو أحد أعضاء البرلمان الأوروبي، أحد أعضاء اللجنة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، طالب أكثر من مرة. في أصوات موجودة، أصوات في الخارج، لكن يا أخي نحن غير منظمين وغير موحدين، لا يوجد. يعني أنا لست أنا شخصيا، لكن أحد الأخوة اللي يعملون معي يعني كان عنده لقاء بالخارجية البريطانية، تخيل، بالخارجية البريطانية، وكيل وزارة الخارجية البريطانية، قال له إذا أريد نساندكم من أنتم؟ شوف الكلمة، من أنتم؟ طلعونا كيان حتى نشوفه أساسا، يعني نعرف من أنتم. إحنا عبارة عن مجاميع متشرذمة هنا وهناك. إذا لم يعقد صراحة عقد وثائق، يعني عقد شديد الوشائج بين قوى المعارضة، وتتوحد هذه القوى وتنتج منظومة بديلة لهذه المنظومة، لن يقوم العامل الدولي بتحريك أي ساكن كن على ثقة، لأنهم لا يقولونها سرا، يقولونها علنية أستاذي العزيز، يقولونها علنية لنا. أنتم متشرذمين، لا يوجد لدينا إلا هذه العملية الانتخابية، اذهبوا جماعة أو فرادة بهذه العملية الانتخابية.
لا يوجد بديل. لكن لو كان هنالك بديل يصنع حراك شعبي حقيقي ورصي وبنفس الوقت متوازي مع حراك خارجي موحد ومنظم واستراتيجي، لكن على ثقة لكان تغيرت كثير من الأمور. نعم شكرا دكتور. لكان تغيرت كثير من الأمور. نعم شكرا دكتور. أستاذ شاهو أخيرا، يعني في هذه الحالة عندما يعني يملك أو تملك الأحزاب المال السياسي وتملك السلاح وتملك الميليشيات في إطار مشروع طائفي محمي من إيران واستنساخ لتجربة الحرس الثوري الإيراني ممثلة بالميليشيات داخل العراق التي تصول وتجول ولها مكاتب اقتصادية وتهرب الدولار وتدخل المخدرات وتسهم في تمويل نفسها بأموال المخدرات في العراق، حتى تحول العراق إلى يعني بلد مخيف ومرعب، بلد ليس فيه خدمات، ليس فيه إرادة شبابية للاستمرار والبناء بسبب زمرة سياسية دائما خطابها طائفي. كيف تنظر إلى مستقبل العراق؟ للأسف إضافة إلى هذه المعطيات، يعني أنا أوافق الأستاذ ضيف العزيز بأن حتى البديل غير يعني واضح ولم يبلور تماما، وهذا أيضا سبب إضافي إلى الأسباب الأخرى التي يعرقل عملية التغيير. وما دمنا الآن في عام 2023 ونسمع هذا الخطاب الطائفي للأسف من قيادات حزبية كبيرة وصناع القرار في العراق، فللأسف أن المستقبل لن يكون مشرقا للعراقيين كما كانت الوعود الغربية والوعود الداخلية أيضا، لأنه بهذه العقلية لا يمكن ببساطة بناء دولة، بل يمكن بناء مملكة من الفوضى ومملكة من المافيا، ويتم إدارة العنف وإدارة المخدرات وإدارة الميليشيا. فقط هذا الذي يقدر عليه هذا النوع من الأقلية أن يديره، وللأسف أن مستقبل العراقيين سيكون بيد هؤلاء الذين لا يستطيعون إدارة إذاعة أو راديو أو قرية، فكيف بإدارة بلد بحجم العراق؟ تتوقع أن تتصاعد النبرة الطائفية للطائفية السياسية للطبقة السياسية خلال المرحلة المقبلة؟ مع اقتراب الانتخابات نعم أتوقع ذلك. لأنه وسيلة يعتبرها السياسيون، وبخلال نظر إلى تجربتهم السابقة أنه وسيلة يعني سهلة لاستقطاب المجتمع أو لكسب الحاضنة التي فقدوها وتصوير أنفسهم لدى الشارع بأنهم هم حماتهم، وإلا سوف ما مدى خطورة أن تتصاعد ولا استجابة؟ البعض من المحللين والمراقبين حذروا من أن تكون هذه الخطابات الطائفية غير فاعلة، يعني وخاصة هناك ربما تنعكس على الملف الأمني لاستثمارها مثلما حصل عام 2006 و2007. لن يقتصر هل الأمر ممكن على أن تصل الأمر قبل الانتخابات إلى هذا التوقع؟ لن يقتصر الأمر على فقط التصريحات، وسابقا قالها يعني رئيس التيار الصدري بأنه في وقت الخلافات السياسية يقومون باللجوء إلى التفجيرات والانفجارات، يعني هذا الأمر أصبح حتى بيناتهم يعني يقومون بالمصارحة بهذا الأمر، أن اللجوء لهذه الوسائل أمر مشروع عندهم. نعم. فكيف بوقت الانتخابات ومحاولة التأثير على الشارع؟ طبعا ممكن، كل الأدوات ممكنة لأنهم جربوها سابقا. كان الله بعون العراقيين. آمين. في ختام هذه الحلقة أشكر ضيفي في الاستوديو الأستاذ شاهو القرداغي الباحث في مركز رامان للبحوث والاستشارات، وشكرا جزيلا لك ضيفي الدكتور وليد بريسم الكاتب والباحث السياسي العراقي ضيفي عبر سكايب. شكرا دكتور وليد. شكرا جزيلا أخي العزيز. في الختام مشاهدينا الكرام تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله. شكرا سعشاو.